جلسة جديدة من جلسات بيت المدى، وهذه الجلسة عن أحد ضباط الجيش العراقي الذي نحتفل بذكراه يوم غد. تم اختيار الشهيد جلال الأوقاتي قائد القوة الجوية في العهد الجمهوري الأول ليكون حديث هذه الجلسة، فأهلا وسهلا بكم، وأيضا يعني عائلة بعض من عائلة المرحوم الأوقاتي بيننا، فأهلا وسهلا بهذه العائلة الكريمة. والحقيقة أن الحديث عن جلال الأوقاتي وقضية اغتيال ثورة 14 تموز في 8 شباط والمشهد الدموي الذي حدث في هذا الانقلاب هو من العلامات السود في تاريخ العراق الحديث. هذا الانقلاب اقترن بمشهد دموي فظيع ومؤلم، وقد بدأ باغتيال جلال الأوقاتي صبيحة يوم 8 شباط عام 63. الحديث سيكون عن هذه الحادثة الأليمة وعن جلال الأوقاتي اللي هو يعد من الضباط المحترمين في تاريخ القوة الجوية العراقية. حتى في العهود التالية كان نظرة إلى جلال الأوقاتي نظرة محترمة، لأنه قد أحيا القوة الجوية بنظام جديد وتسليح جديد ومعروف لدى مؤرخي تاريخ الجيش العراقي وتاريخ العراق الحديث. ولكني في هذه المقدمة أود أن أذكر شيء عن عائلة المرحوم جلال الأوقاتي، وهم من الأسر المعروفة في عانة، ثم انتقلوا إلى بغداد في بدايات القرن العشرين، بس الصوت بلا زحمة، وكان من أعمدة هذا البيت المرحوم جعفر الأوقاتي التاجر والشخصية البغدادية المعروفة، الذي يعني تدير محلة الشواكة في بغداد، وبيت آل الأوقاتي معروف في محلة الشواكة. هذا الرجل كان تاجر للحبوب ومعروف يعني بنزاهته وصدقه في المعاملة كما سمعنا من الكثيرين. وله ذرية، يعني له 4 أولاد، أعتقد الكبير اسمه أحمد وهو كان قاضي ومحامي، والثاني الدكتور أنور الأوقاتي الطبيب المعروف، والثالث هو المرحوم جلال، والرابع هو محمود الأوقاتي صاحب صيدلية الفرات اللي يم الرصافي، أيضا درج إلى رحمة الله. وأيضا عندهم بنت اسمها أعتقد سعاد الأوقاتي، كانت مديرة ثانوية الحريري بعدين صارت بالراهبات. سعاد الأوقاتي، لقب الأوقاتي من يعني الألفاظ الطريفة في العامية الدارجة، وأنه هي يعني يعنون هي المحامي أبوغاته، أو بعض المصريين أبوغاتو، وهو المحامي. والحقيقة أن أحد أجداد هذه الأسرة لم يكن محاميا بالمعنى يعني المتداول، وإنما كان لبقا و نبيها ذكيا، فشبه بالمحامي اللي كان اسمه أبوغاتو، العفو أوقاتي في العامية البغدادية القديمة. الأوقاتي تعني المحامي، أعتقد من الفرنسية أبوغاتيه. هذه الأسرة ظهر منها شخصيات أيضا، مثلا ذكر أخو جعفر الأوقاتي أبو جلال
شاكر جواد، نعم. وأيضا وزير الخارجية في العهد الجمهوري الأول هاشم جواد، أيضا هو ابن عم جلال الأوقاتي، أسرة معروفة بتاريخ الوطني وتاريخ المشرف في العراق. والحديث عن جلال الأوقاتي لابد أن يكون الحديث عن قضية اغتياله، ويعد عند مؤرخي هذه الأحداث أنه كان ساعة الصفر لقيام انقلاب 8 شباط، مقتل أو اغتيال جلال الأوقاتي قريبا من بيته في منطقة قرات مريم، قريب من السفارة الإيرانية كان بيته. أنا شايفه وشايف أيضا ابن علي اللي هو شهد الحادثة، لأن هو طلع ويا أبوه دا يجيبون هاي الكاهي ومشين من هاي المحلات، وفريق القتل كان يتربص له، وفريق القتل معروف وأسماءهم معروفة وكتبت عنها مع الأسف. إذن حديثنا عن جلال الأوقاتي ومناقب جلال الأوقاتي الشخصية العسكرية اللامعة، ولنبدأ الحديث بشهادة لنقول دكتور عبد الله حميد العتابي، فليتفضل. دكتور عبد الله من المختصين بتاريخ العراق الحديث. شكرا. ما ادري والله بعدين تجي بعدين، هذا مو بعدين. اعزائي الحضور صباحكم مبارك، اود ان اعبر عن شكري وامتناني لهذه المؤسسة العريقة على ندواتها أو على استذكاراتها الرائعة، والتي تعبر عن فهم عميق لتاريخ العراق المعاصر. يحفل تاريخ العراق المعاصر المعجون بالدم بشخصيات مهمة أدت أدوار تاريخية بارزة، لكنها عانت من تغيير وإقصاء وتطميس لذكراها ومواقفها الوطنية. وأعزو ذلك إلى طبيعة الأنظمة التي جاءت بعد 8 شباط، وتوجت بفترة البعث بإعادة كتابة التاريخ سيئة الصيت، التي كتبت إعادة كتابة التاريخ على وفق رؤى صدام الشوفينية وحزبه الفاشي. نجتمع اليوم لنستذكر شخصية مهمة من شخصيات تاريخ العراق المعاصر، وبالتحديد فترة النظام الجمهوري الأول. هذه الشخصية للأسف عانت من تغييب ولحد هذه اللحظة، وما زالت المعلومات عنها محدودة جدا. يعني حتى البارحة أنا من الصفحة ما شفت غير بحثين عن الأوقاتي، وهذه البحثين حتى لا بها وثائق بريطانية لا بها وثائق أمريكية، يعني إشكالية كلش كبيرة ما زلنا نعاني منها، مع أنه الوثائق الأمريكية والوثائق البريطانية أطلقت الآن. هذه الشخصية لغز، ولذلك كثير من التساؤلات تثار ما ألقى لها حل بوصفي أنا، يعني كمؤرخ لحد الآن ما لقيت لها حل. سؤال أول، لماذا أبعد من الوظيفة؟ هل لأسباب صحية كما ذكر أم بسبب فكره السياسي؟ القضية الشيوعية. القضية الثانية، هل كان شيوعيا أم يساريا؟ هل كان عضوا في تنظيم الضباط الأحرار؟ هذه التساؤلات ما زالت. قضية اغتياله، هل جاءت بتدبير من البعث أم من CIA من المخابرات الأمريكية في ذلك الوقت، أو المخابرات خلينا نقول البريطانية قد مشترك بها؟ أنا بديت أشك. يعني لماذا كان جلال الأوقاتي القربان الأول لثورة 14 تموز وأول شهداءها؟ وأنا كتبت مقالة قبل يمكن 6-7 سنين رجال حول الزعيم، استذكرتهم وسألت ليش هذا الرجل هو كان الشهيد الأول،
ومثل ما قال الأستاذ رفعت أعتقد مقتله كان ساعة الصفر لهذا الانقلاب. سؤال آخر، يعني الوحيد اللي بقى مع الزعيم ولم يدخل معاه في خلاف كبير، كل اللي حول الزعيم تركوه، يعني بعد أسابيع أو بعد أيام رفيقه الأول عبد السلام عارف دخل وياه في خلاف، وبعدين رفاق الباقين، لكن هو بقى من 8 شباط إلى حصة صبيحة، العفو من 14 تموز إلى حصة صبيحة 8 شباط كان مع الزعيم قلبا وقالبا. أنا ما أريد أشوف الحضور كبير وأشوف المحاضرين كثيرين، راح أركز على نقطة واحدة فقط من هذا الرجل، النقطة ببساطة اللي توصلت للمهنية العالية لإدارة المؤسسة التي كلف بها في 14 تموز، ومن قارنة القوة الجوية في العهد الملكي اللي امتد لمدة 37 سنة، وقارنة عمل هذا الرجل كمدير أو كقائد للقوة الجوية وخلال أقل من 5 سنوات، المنجز مالته يعادل أضعاف 37 سنة في العهد الملكي، يعني معناته رجل يحمل فكر كبير جدا. القضية الأولى اللي لاحظتها هو خلال هذه المدة شهدت القوة الجوية خلال فترة قيادتها لها نقلة نوعية مميزة من حيث الهيكل الإداري للقوة الجوية، وهسه راح أتكلم عنها، أو من حيث العقيدة الجوية، يعني حول العقيدة ومن ذاك اليوم لغاية الآن إحنا العقيدة السوفيتية أصبحت هو تسليحنا الأول، هذا كله بفضل جلال أوقاته، وليس بسبب فكره مثل ما قال الأستاذ، وإنما بسبب المهنية في ذلك الوقت. يعني كانت العروض السوفيتية أقوى بكثير من العروض البريطانية في ذلك الوقت، فالرجل كان مخلص لبلاده أكثر ما هو مخلص لفكرة سياسية أو خلينا نقول انتماء الحزبي في ذلك الوقت. أول ما أجى صار قائد قوة جوية، أنا حتى يعني ما أريد أطيل وأفسح المجال زملائي ومواقفه بالمفاوضات الكبيرة وتشبثه من أجل مصلحة العراق وعبارات المشهودة. أول شيء أسس السرب الثامن، هاي السرب الثامن جاب طائرات يوشن سوفيتية الصنع وقاصفات، هذه أول عمل قام به تأسيس السرب الثامن. بعدين السرب التاسع اللي هو جاب طائرات ميج 17، هذا السرب. بعدين السرب العاشر أسس هاي خلال مدة قيادة القوة الجوية ميج 19، السرب العاشر ميج 21، وهكذا. شوف كم أسس، مو بس هاي، الأسراب القديمة كلها ما عدا السرب الأول، شكو طائرة قديمة حولها للسرب الأول، يعني الطائرات البريطانية في ذلك الوقت، وسلح الأسراب مثل السرب الثاني سلحها بطائرات ميج 17، السرب الثالث سلحها بطائرات يسموها أوكرانيا في ذلك الوقت 2، السرب الرابع سلحها بطائرات أوكرانيا 12، وهكذا. الباحث طلعت على الوثائق البريطانية، خلال الاطلاع على الوثائق البريطانية لقيت تقرير كاتب السفير البريطاني إلى وزارة الخارجية البريطانية، هذا التقرير مؤرخ في 19 تموز 62، عنوانه الوريث المحتمل لقاسم. الحقيقة هذه الوثيقة توقفت أمامها وقرأتها، هذه الوثيقة اللي في تموز 62، يعني قبل 7 أشهر من الانقلاب المشؤوم، تتوقع أن يسيطر حزب البعث على الحكم، وتتوقع أن يكون عبد السلام عارف رئيسا. هذا الحكي قبل 7 أشهر، شوف شلون ده يخططون، هذه وثيقة سرية وممكن تطلعون عليها
العراق في التقارير السنوية للسفارة البريطانية 1959-1973 صفحة 140 وصفحة 141. نرجع على أسئلتنا اللي ثرتها، لكن بسبب عدم حصولي على وثائق بريطانيا هي موجودة بس للأسف باحثين ما يبذلون جهد كبير بهذا المجال. هل كان شيوعيا؟ نعم كان شيوعي، لأن حتى عائلته حتى أخته حتى زوجته شيوعية، لكنه كان مخلصا للزعيم إلى درجة كبيرة. هل كان من الضباط الأحرار؟ لا، لم أجد ما يشير. إنما صداقته مع عبد الكريم قاسم هو جلبته، وكان موفقا عبد الكريم قاسم. لماذا أختيل؟ أعتقد أختيل لأنه كان الرجل الثاني في الدولة، الرجل الثاني في الدولة، ولو قتل عبد الكريم وهو بقى لأصبح وفشل الانقلاب لأصبح الأوقاتي رئيسا للجمهورية العراقية. هذا يعني قراءتي للموضوع، قد أكون مصيبا وقد أكون مخطئا. لا تنسون يعني قائد القوة الجوية، يعني حتى حردان تكريتي أو عارف عبد الرزاق أو اللي شغلوا هاي المناصب دائما أخذوا مناصب كبيرة ودائما كانوا مؤثرين. أعتقد CIA هو الذي خطط الانقلاب 8 شباط، وهو الذي خطط لاغتيال جلال الأوقاتي. الحقيقة هناك عبارة دائما يرددها الأوقاتي، كيفما تكونوا يولوا عليكم. أعتقد كان يبشر بشيوعية أنه خلاص يعني راح نخلي النظام السياسي كله شيوعي، مع أنه القسم يفسروا على أساس ديني، لكن أنا أعتقد كان يبشر بالاشتراكية الموعودة اللي كان الشعب العراقي بحاجة ماسة. أعتذر للإطالة وشكرا على الاستضافة. أشكرك. شكرا للأستاذ الدكتور عبد الله العتابي على هذه الكلمة. والآن الكلمة للأستاذ الدكتور حميد حسون العقيلي، الأستاذ الجامعي الذي له كتب عن الأسر والروابط بالدولة العراقية. أود أن يعني أقول شيء ما ذكره الدكتور عبد الله حول قضية مقتل يعني الحادثة الأولى في الانقلاب، وهو قتل، إنه الخطة كانت هي المفاجأة الجوية بالانقلاب. مفاجأة أنه خطة الانقلاب كما هي واضحة لدى يعني معروفة لدى المتتبعين، أنه كانت الطائرات أول من تضرب، بعدين تجي هاي الكتيبة الدبابات الرابعة وتحتل الدفاع والصالحية. إذا المفاجأة الجوية، هاي المفاجأة الجوية لن تتحقق بوجود قائد للقوة الجوية بيده كل تليفونات ومقادير القوة الجوية. فكانت العملية يعني كانت قد شددوا على قضية قتل أنور القاتل، ولو بعض الكتب تذكر أنه هناك فرق قتل أخرى، يعني مثلا سعيد مطر، عبد الكريم الجدة أيضا، ولكن لم تنجح إلا عملية قتل المرحوم جلال الأوقاتي. نعم تفضل. نعم الأسباب المبررة لهذا، وأنا شاهد أحيان وعمري اليوم 86. تفضل دكتور. الأساتذة الأفاضل، الحضور الكريم جميعا مع حفظ الألقاب والمقامات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. في البداية شكر وتقدير وامتنان لبيت المدى الثقافي للفنون والأدب اللي عودنا سيما أستاذنا العزيز أستاذ رفعت عبد الرزاق محمد على هكذا فعاليات وهكذا نشاطات وهكذا نشاطات تعنى بشخصيات لها بصمة في تاريخ العراق الحديث والمعاصر. فألف تحية واعتزاز لهذه المبادرات وهذه النشاطات لأستاذنا ولمؤسسته العريقة. اليوم نتحدث عن شخصية وطنية عسكرية سياسية من شخصيات العراق المعاصر، وطبعا ايضا يقودنا للمؤسسه اللي ينتمي لها طيب الذكر جلال الاوقاتي، المؤسسه العسكريه العراقيه العريقه اللي عمرها اليوم
اليوم نحتفي يوم غد إن شاء الله تعالى في الذكرى الثالثة بعد 100 منذ تأسيس المؤسسة أو جيش العراقي الباسل في 6 كانون 1921. حقيقة نموذج للمؤسسة العسكرية الناصعة البياض، نتحدث عن جلال الأوقاتي، ولد في بغداد عام 1915، ومنهم من يذكر عام 1914 في محلة الشواكة في كرخ بغداد، والجميع يعلم أن محلة الشواكة من المحلات العريقة، ومن أسرة الأوقاتي، الأسرة الكبيرة الدينية المعروفة بالسجايا والخصال الحميدة، النزاهة والعفة والكرم وإلى آخره. طبعا من أصول أصله من عانة، من أب عربي وأم تركمانية، وأكمل دراسته الابتدائية والثانوية في مدينته، ثم دخل الكلية العسكرية الملكية الدورة 12، وتخرج عام 1934 برتبة ملازم أول. هنا تخرج الأول على دفعته، وهنا نقطة البداية، دلالة على تفوقه في ميدان اختصاصه وعلو كعبه في هذا الميدان. تدرج في بقية المناصب حتى وصل إلى بعد ثورة تموز إلى قائد القوة الجوية، وحتى مصرعه دخل يعني عرف بكفاءته ونزاهته وشجاعته. ومن مواقفه كان له مواقف تقدمية يسارية يعني دفعت البعض إلى فصله في العهد الملكي، وتحديدا في عام 1952 من وظيفته بسبب انضمامه ممكن إلى مجموعة أنصار السلام لميوله الماركسية التقدمية. بقي معزولا عن أي نشاطات في العهد الملكي حتى قيام ثورة 14 تموز الخالدة. ولاؤه للزعيم كان نابعا من إخلاصه للمبادئ اللي كان يتبناها الزعيم عبد الكريم قاسم من جهة، وردا للجميل بعد إعادته للخدمة لأنه فصل في عام 1952. على الرغم من كل ميوله واتجاهاته اليسارية وعلاقته الوطيدة مع عبد الكريم قاسم، لكن ذكر الشيء لا ينفي ما عداه. دخل في لا نقول خلافات، وإنما اختلافات في وجهات النظر وتقاطعات اتجاه قضايا مهمة، من ضمنها إعدام ناظم الطبق الشبلي ورفاقه. ويقال أنه بقي ليلة إعدام ناظم الطبق الشبلي والآخرين يعني يحاول ثني الزعيم عنها عن عملية الإعدام، لكنه لم يستطع ذلك وبقي يبكي على هذا الأساس. وموقفه الآخر اتجاه القضية الكردية في عام 1961، وما حصل بين التغيرات ما بين استقطاب الكرد ومن ثم ضربهم بال يعني عام 1961. ولا استمر لعبد الكريم قاسم حتى اللحظة الأخيرة من حياته، وهذا يعبر عن انضباطه العسكري وأخلاقه الوطنية ومهنته والحفاظ على شرف المهنة. عندما تسنم منصبه قائدا للقوة الجوية العراقية بعد ثورة 14 تموز وحتى مصرعه، أثبت كفاءة في هذا الميدان، وشهدت القوة الجوية في عهده قفزات وتطورات نوعية، منها في مجال توسيع الهيكل الإداري وزيادة أسراب المقاتلات، تغير العقيدة الجوية في الطيران من الطيران الإنجليزي إلى أسراب المقاتلات إلى العقيدة إلى عقيدة الطيران الميك الروسي المقاتلة. طبعا وبهذا الصدد نشرت جريدة اللوموند الفرنسية عام 1994 مقالا أشارت فيه إلى ما يتمتع به الأوقاتي من خصال، وقالت: عندما ترأس الأوقاتي وفدا عسكريا للذهاب إلى الاتحاد السوفيتي للتفاوض لشراء طائرات الميغ الروسية، رفض الأوقاتي شراء طائرات من نوعية سلاح الجو اللي زودت به مصر في زمن جمال عبد الناصر لعدم قناعته به كشخص مختص كطيار. وبرغم من أفكاره اليسارية إلا أن إخلاصه لبلده ولوظيفته قاطع المفاوضات وعاد إلى سكنه، الأمر اللي دفع المفاوضين إلى الاتصال به وأعطوا خيارات متعددة في النوع والسعر، لكن لم يقبل إلا بالشروط التي تفيد البلد. نعم، فضلا عن السعر يعني نوعية الطائرات أيضا كانت غير ملبية للطموح.
في عهده تم تجهيز القوة الجوية بطائرات الهليكوبتر السوفيتية الصنع وطائرات الميغ 17 وطائرات أخرى كثيرة وطائرات فنم وغيرها من النوعيات المختلفة. يذكر خليل إبراهيم الزوبعي معاون مدير الاستخبارات العسكرية في ثورة 14-30 تموز إلى أن زوجة الأوقاتي أثناء زيارتها إلى أحد أقاربها التقت عن طريق به عن طريق السلطة وقال لها: التقيت بجلال الأوقاتي مرة وقلت له: المعروف عنك يا أبا خالد بأنك يساري، ولكن عندما تفاوضت مع الروس الشيوعيين كنت تفاوضهم بصعوبة وتحاسبهم على الفلس الواحد. يقول رد الأوقاتي بهذا الكلام: إن الدينار العراقي الفائض الذي أحصل عليه من المفاوضات ممكن أن نشتري به حذاء لفقير عراقي. هنا ترفع القبعة. وكان مخير أيضا ما بين العرض الروسي والعرض البريطاني، ويعني هنا بغض النظر عن الميول اليسارية اللي جذبة للروس، إلا أنه فضل الصفقة الروسية على اعتبار كان فيها يعني تدريب للجيش العراقي في موسكو، إقامة دورات لتدريب الضباط العراقيين في موسكو. طبعا ميول اليسارية انعكست بظلالها على أسرته، كانت زوجته ابتهاج الأوقاتي من الناشطات. نعم كانت من الناشطات، وأيضا بتول الأوقاتي كانت من الناشطات في العهد الملكي، وأسست بمعية النساء اللواتي كان الناشطات في العهد الملكي رابطة المرأة العراقية ورابطة الدفاع عن حقوق المرأة سواء في عهد الخمسينيات أو في العهد الجمهوري الأول. طبعا احنا نتحدث عن نزاهة مؤسسة، وذكر الشيء يقودنا إلى بقية الأشخاص في خضم وعنفوان حركة مايس 41 كانت المؤسسة العسكرية، وفي خضم الثورة وما حصل في بغداد من سلب ونهب، وتحديدا في يوم 29 مايس أو آخر أيام الثورة بعد ما هرب الشريف شرف ورشيد علي الجيلاني. طبعا هذا الكلام اللي أذكره مذكور في مذكرات أحمد زكي الخياط أحداث وأشخاص. يقول: في هذا آخر يوم الشهر اجتمعت لجنة الأمن الداخلي، طبعا شاهدنا على المؤسسة العسكرية وما تمتع به من خصال وأهمها النزاهة، لأن النزاهة يعني طريق الباقيات الصالحات في كل الميادين. كان الاجتماع حاضر به أمين العاصمة في حينها أرشد العمري ورئيس شرطة بغداد حسام الدين جمعة ومتصرف بغداد في حينها خالد الزهاوي، ومن ضمن الحضور محمد صديق شنشل وبعض الضباط، ويونس السبعاوي كان ساحب جنطة من مبالغ من الدولة. قالوا له: بعد الوضع يعني فقد السيطرة والشريف شرف هرب ورشيد علي الجيلاني هرب، أنتم بعد تأخذوا طريقكم على غرارهم يعني. فيقول قال له: استلموا رواتبكم اليوم نهاية الشهر من هاي المبالغ اللي مستلميها اللي بحوستك. قال له: ماشي. فنطوهم رواتبهم الشهرية للموجودين العسكريين، الأغلبية منهم رفضوا استلامها ورجعوا يوم واحد، قالوا: إذا نستلم نستلم راتب 29 يوم ما نستلم راتب شهري. طبعا هذا ما تنسحب على فقط المؤسسة العسكرية في العهد الملكي، لا حتى في العهد الجمهوري الأول والثاني. النزاهة في العهد الملكي وتحديدا في المؤسسة العسكرية كانت ميزة وكانت علامة فارقة. والحديث عن جلال الأوقاتي يقودنا عن النموذج لرجالات الدولة سواء كانوا في المؤسسة العسكرية أو في المؤسسة السياسية بشكل عام. الحديث عن هذا الرجل وعن مؤسسته وعن ذكرى احتفاءنا بعيد الجيش العراقي طويل وطويل جدا، أكتفي بهذا القدر. أكرر شكري وتقديري وامتناني لبيت المدى للثقافة والفنون والأدب ولأستاذنا طيب الذكر دائما الأستاذ رفعت، ولجنابكم على حسن الاستماع والإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا للأستاذ الدكتور حميد العقيلي على هذه الكلمة. والآن الكلمة للشخصية الوطنية والديمقراطية المعروفة الدكتور حسان عاكف، فليتفضل. أشار السادة المتكلمين على قضية تنظيم الضباط الأحرار، هل أن جلال الأوقاتي من أعضاء التنظيم؟ حقيقة قائمة الضباط الأحرار الموجودة المتداولة بين لم نجد اسم جلال بسبب أنه كان
خارج الخدمة العسكرية، هو عزل عن الخدمة العسكرية إلى ثورة 14 تموز، وهو كان بعيدا عن. وإذا كان هناك استدراك على الدكتور محافظ بغداد متصرف بغداد بال 41 مو خالد الزهاوي وإنما خالد حافظ، كان خالد الزهاوي شخصية أخرى. نعم 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 أستاذ هادي، هاي قائمة وضعت من قبل هم ضباط الأحرار، وضعوا قائمة بالضباط الأحرار اللي ونشرها خليل إبراهيم حسين بكتابه موسوعة الأربعة. جلال الأوقاتي بسبب أنه كان خارج الخدمة، خليل إبراهيم حسين يشبه حتى ننحيك في مصر، ما عندي كل قد قناة. نعم نعم ما موصل وكفر. نعم نعم تفضل دكتور. صباح الخير وأهلا وسهلا بالأخوات والأخوة جميعا. أشارك زملائي اللي سبقوني بالحديث في تقديم الشكر إلى مؤسسة المدى، المؤسسة الوطنية التقدمية العريقة، وإلى أستاذي وصديقي في دأبهم المتواصل على إحياء أو تعريف بشخصيات وطنية عراقية في مجالات السياسة والأدب والثقافة والعلم والمجالات العسكرية ومختلف مجالات الحياة، الذين تركوا بصماتهم في تاريخ العراق الحديث بشكل خاص. جريمة اغتيال الشهيد جلال الأوقاتي هي صورة واحدة من آلاف الصور التي مارسها انقلابيو 8 شباط الأسود بحق ثورة 14 من تموز ورجالاتها، لا بل بحق الشعب العراقي ومسيرته التطورية اللي لا زال البلد لحد هذه اللحظة يدفع ثمن الخراب الذي لحق به بسبب الدمار الذي قاد إليه انقلاب 8 شباط الأسود. كانت جريمة اغتيال الأوقاتي واحدة من آلاف الجرائم كما قلت، التي دفع العراق بسببها بخسارة في رجالاته، في كفاءاته، في قدرات التطور للبلد في مختلف مجالات الحياة. الحديث عن جلال الأوقاتي هو يذكرنا برفاق جلال الأوقاتي وزملائه وأصدقائه من عشرات لا بل مئات الضباط الوطنيين المخلصين، أيضا يذكرنا بالجرائم اللي اقترفت بحق مئات لا بل آلاف العسكريين من نواب الضباط ومن العرفاء ومن الجنود الصغار الذين طالتهم يد الانقلاب الأسود. ربما جزء غير قليل من حديثي راح يكون استجابة لأحاديث الزملاء الذين سبقوني بخصوص عدم وجود، كما أشار الزميل، أنه جلال أوقاتي نعم لم يرد اسمه في قوائم الضباط الأحرار، لا ضمن اللجنة العليا للضباط الأحرار ولا ضمن المؤسسة، مؤسسة الضباط الأحرار اللي هي أو التنظيم الواسع مو المؤسسة، اللي هو كان يضم بحدود 240 عسكري. والسبب كما أشار هو أنه كان محالا للتقاعد منذ بداية الخمسينات، وهذا ربما يشكل إجابة على بعض الباحثين الذين أشاروا في أحاديث لهم أو في كتابات أنه لا يوجد ما يؤكد أنه الأوقاتي كان محالاً إلى التقاعد. القضية الأخرى حول صلته أو انتماءه للحزب الشيوعي العراقي، كما هو معروف
هو يساري الهوى ديمقراطي الميول، من عائلة أيضا كريمة ذات ميول ديمقراطية ويسارية، وأشير إلى نشاط عائلته بشكل خاص، شقيقته في الخمسينيات في النشاط النسوي. هو أيضا كان إلى نشاطه الوطني الديمقراطي، وحضر المؤتمر الأول لحركة السلم العراقية اللي انعقد عام 1954، هو اسمه وارد في وثائق حركة السلم العراقية اللي بعد ثورة تموز أصبحت أيضا استمر اسمها حركة السلم العراقية. الآن وريثها هو المجلس العراقي للسلم والتضامن. فأعتقد يعني ارتباطا بوضع عائلته اليساري الديمقراطي التقدمي، وبسبب أيضا نشاطه ضمن حركة السلم العراقية، أعتقد هذا هو السبب مهم في إحالته للتقاعد. لماذا؟ نعرف عام 54 صدر قانون ذيل قانون العقوبات البغدادي. قانون العقوبات البغدادي صدر بال39. في عام 54 وفي وزارة نور السعيد ذيل القانون بعبارات جديدة، يعني تحريم الإباحية، تحريم ما معناه التبشير بالإباحية والاشتراكية والشيوعية وأنصار السلام والشبيبة الديمقراطية وما شابه ذلك. أو خارج الحزب لا تعني الكثير، لا في معايير الحزب الشيوعي ولا في معايير الإطار الديمقراطي العام. وقد يكون وجوده ضمن المؤسسة العسكرية أحد الأسباب اللي ما خلته ينتمي إلى ويكون حزبي. المصدرين الأساسيين اللي يتأكد عدم انضمام للحزب هو ابنه اللي ظهر في لقاء تلفزيوني جميل، تحدث على مدى 3/4 ساعة مع آخرين عن والده جلال الأوقاتي، وأشار هو أكد كرات القائد الشيوعي ثابت حبيب العاني، واللي هو طيلة حياته الحزبية كان أما في اللجنة العسكرية القيادية للحزب الشيوعي العراقي أو في المكتب العسكري العراقي، خصوصا من قبل تموز وبعد تموز. ثابت حبيب العاني في مذكراته قايل كان للحزب ذاكر العسكريين من الضباط الذين كانوا شيوعيين بمن فيهم من كان ضمن تنظيم الضباط الأحرار، وأشار كذلك كان للحزب علاقات مع عدد من الضباط الديمقراطيين من ضمنهم جلال الأوقاتي. يعني هذا يؤكد أنه كان صديق للحزب. أيضا قال هو ثابت حبيب العاني الديمقراطيين
مثل جلال الأوقاتي والقوميين مثل عبد الوهاب الشواف. بالمناسبة عبد الوهاب الشواف كان صديق للحزب الشيوعي العراقي، وإلى بعد ثورة تموز كان يدفع تبرع للحزب الشيوعي العراقي عبر القيادة الشيوعي عامر عبد الله، وهذه المعلومة أنا سامعها شخصيا من عامر عبد الله. طبعا مثل ما أشير أنه أسماء العصابة التي كلفت باغتياله معروفة، أحدهم اللي اسمه غسان عبد القادر طلع بالتلفزيون يقال بالثمانينات طلعوا لقاء تلفزيوني بمناسبة كان موضع فخر يوم ذاك. هم معروفين أربع أساد معروفين أسماءهم واحد شو اسمه والقليل مالهم أيضا السعدون معروف. واحد السعدون حتى يقال إنه السعدون بعد كم يوم جاي للبيت، هذا حسب ما أعرف خالد اسمه أو إيه فهد السعدون لا إجا على زوجته يعتذر فهي طردته. دكتور بكر معروفين هم يعني أشار السعدون. إلى غسان لا الضباط الطيارين فهد السعدون ومنذر هذول طيارين بس إيه؟ الفريق القتل اللي يجي الكرات مريم هو أربع أشخاص ودليلهم معروف أيضا نذكره له لا وصارت قضية تاريخية. محمد ثامر ماهر الجعفري غسان عبد القادر عدنان داود القيسي وأكرم الأسود نعم دول اللي هو غسان ذكرهم في اللقاء التلفزيوني عام 81 والدليل محمد ثامر أخو أنور ثامر مدير الأمن بالستينات محمد ثامر القط الأسود الجولشي اللي ذكروه هو كان بيتهم هناك نعم صحيح نعم كما أشير نعم بالرغم من إخلاصه اللامحدود لتموز ومسيرة تموز ولشخص الزعيم عبد الكريم قاسم، ولكن أيضا بالتأكيد كان هناك اختلافات أو حتى خلافات ذات طابع سياسي ذات طابع عملي، وكما أشار أحد الزملاء أهم خلافين كان عنده هو قضية إعدام ضباط حركة الشواف، والقضية الثانية استخدام القوات الجوية لضرب مناطق في كردستان بعد نشوب الحركة المسلحة في كردستان. يعني أنا خلال متابعتي خلال هذه اليومين ثلاثة في ما مكتوب عنه وما أشرطت فيديو، كثيرين يعبرون عن أسفهم لأن جلال الأوقاتي هذه الشخصية الرائعة في تاريخ العراق وخصوصا التاريخ العسكري العراقي لم يجري تناوله في وسائل الإعلام في الميدان السياسي ولا في رسائل جامعية. نعم هذا مفهوم، يعني هو لا يجري تناوله لأن الذين جاءوا بعد 8 شباط وكل الآخرين اللي بعدهم هم أعداء لثورة 14 من تموز وحريصين على دفن الثورة ومنجزاتها وما حققتها للبلد ورجالاتها
تموز مدخل للانقلابات هي معادية إلها ومضادة إلها. ما راح أطيل، ربما لقطة قصيرة أشير. نعم، يعني أعتقد من يستذكر القادة العسكريين بعد تموز اللي بقوا مع عبد الكريم قاسم إلى نهاية المطاف كانوا قلة قليلة. فأأيد الرأي اللي طرح أنه اغتيال الشهيد جلال الأوقاتي واعتبار اغتياله ساعة الصفر هو لكون الرجل الثاني في نظام ثورة تموز، وكان هو كما يقال أنه اغتيالك أول هدف، يعني تحديدك أول هدف كان بإشارة من صالح مهدي عماش، وهذا ليس بمعزل عما شار إلى أحد الزملاء، أنه كانوا يعرفون أنه لو قتل عبد الكريم قاسم وبقي جلال الدين الأوقاتي حيا لما نجح انقلاب 8 شباط. وهذا حديث لعلي ابن جلال الأوقاتي، مدح والده، قال يعني قال له بالنص أبوك كان أنزه وأشرف وأشجع ضابط بالجيش العراقي، وإحنا كنا عندنا قناعة لو بقي حيا وانقتل عبد الكريم قاسم لما نجح انقلاب 8 شباط. معذرة للإطالة وشكرا جزيلا. شكرا للدكتور حسان عاكف على هذه الكلمة. والآن كلمة الأستاذ فاروق بياض الممثل عن الحزب الشيوعي العراقي. ربما يسأل سائل عن قضية مقتل الأوقاتي وكيف نقلت جثة القتيل. حدثني محمود الأوقاتي وهو الشقيق الأصغر لأنور للمرحوم جلال، قال بعد ساعات اتصلنا بأخو جلال وهو الدكتور أنور، فجاء بسيارته وكان يومئذ عيادته معروفة هنا أنور، زين، وأخوه محمود جو الصيدلية جو أنور الأوقاتي محمود الأوقاتي، وجينا بالسيارة و نقلنا الجثة إلى الطب العدلي، ولكن بالطب العدلي اعتقل أنور، اعتقلوه وبعدين أطلق سراحه فيما بعد. أما الجثة فلم يجد لها أثر إلى يومنا هذا. مستاذنا نعم. لحد الآن جثة أنور الأوقاتي، ولهذا قبل سنوات جعفر ابن جلال الأوقاتي الابن الأكبر لجلال طلب من الحكومة العراقية البحث في هذا الموضوع، وطلب بشكل شخصي من الدكتور اياد علاوي لانه كان شيء من القبيل انه يتدخل للعثور على رفات جلال الأوقاتي، ولكن لم يحصل معه. ظاهر راحت الجثه كما راحوا الالاف من العراقيين. نعم دكتور. شكرا لمؤسسة المدى على هذا الاستذكار المهم لشخصية سياسية وعسكرية مهمة في تاريخ العراق المعاصر، وهي فرصة لتعريف أجيال جديدة بهكذا شخصية امتازت بنزاهتها ومهنيتها ووطنيتها، ونتيجة هذا الميز والخصال التي تمتع بها كان مصيره بالشخص الأول الذي اغتيل في الانقلاب الفاشي عام 1963 في 8 شباط. للأسف الأساتذة، أشكر الأساتذة على ما قدموه من توضيحات ولم يبقي لنا شيئا للحديث، فلهذا أنا أعتقد أنه من المهم في هذه الجلسة أو نسلط يعني هذا تسليط الضوء على هكذا شخصيات، أن نطالب على جانب إعلامي وصحفيين، أن نطالب على سبيل المثال أن النقلة التي
قام بها من الجانب العسكري خاصة في تطوير سلاح الجو، أن تكون هنالك استذكار من قبل القوة الجوية العراقية، أن يكون هنالك تمثال لهذا هذه الشخصية الوطنية، أن يكون هنالك قاعة للدراسات باسم هذه الشخصية من أجل تعريف الأجيال الجديدة من الطيارين بهكذا شخصيات امتازت بهذه الصفات الحميدة. جلال الأوقاتي كان يتوقع هذا المصير، مصير عبد الكريم قاسم ومصير ثورة 14 تموز حسب ما نقله. أنا راح أضيف اللي ما نقله الأساتذة. كان نسيبه الصحفي المرموق المرحوم إبراهيم الحريري، فذكر في كتابه صبي شيوعي أنه قبل يوم من الانقلاب وفي ساعة متأخرة من الليل قبل أن يذهب يعني إبراهيم الحريري، وجد جلال الأوقاتي وكان نادرا ما يكون يظهر بشكل ضعيف بداخل العائلة، مهموما ورأسه بين يديه. فاستشف إبراهيم الحريري من هذه أنه شكل غريب في هذه الساعة من الليل، فقال هل هنالك شيء، يعني أنت مهموم؟ فهو ذكر كلمة وقال راح يروح ويروحنا وياه، يقصد بها على الزعيم. يعني هاي قبل يومين من الانقلاب، يعني كان هنالك استشعار بأن هنالك خطر. وذكروا في حتى يعني ذكرت زوجة الشهيد سلام عادل، قال في اغتيال جلال الأوقاتي سقط ركن أساسي من مقاومة انقلاب 8 شباط الأسود. وبعض التفاصيل ذكر أنه ذكر أنه بمعلومة إلى الحزب الشيوعي بأن هنالك راح يكون انقلاب في 8 شباط، وأخبر سكرتير الحزب الشهيد سلام عادل جورج تلو مسؤول الخط العسكري، قال تذهب إلى بيت جلال الأوقاتي وتخبره أنه لا يبقى في البيت. وكان في يعني هذا يعني في يعني منتصف ليل السابع، لكن نتيجة عدم قدرة السيارة القديمة مال جورج تلو ورادي شغلها فما اشتغلت، فقال هاي هسه راح أجل. هذا ذكر باقر ياسين في إحدى المقابلات. العفو. نعم. لكن الشياطين الأربعة رفضوا تغيير عبد الكريم قاسم، والاتحاد السوفيتي يترفض بحجة أصبح مشروع في الشعب العراقي. كان جورج تلو ذكر انه ممكن تكون حالها حال الاشاعات اللي صارت وما تحققت بشكل، فما اشتغلت، فقال راح ثاني يوم الصبح اروح ابلغ جلال الأوقاتي. للاسف كان ساعه التنفيذ 8:30، وفي ساعه التوقيت بعد ان قتل اتصل عبد الكريم قاسم بزوجة جلال الأوقاتي، فجاي يسال قالت له جلال الأوقاتي مرمي بالشارع و مقتول يعني، فقالها للأسف وانغلق. خلال ساعتين أغير النظام مال عبد الكريم قاسم وأأتي النظام أكثر شمولي وأكثر ماركسية. تفضل كمل دكتور. الجملة من يعني نزل من سيارة فقالوا له جلال، كأنه يعلم أن اللي جايين هم قتلة، فأطلق كلمته المعروفة كلمتين، قال خونة فاشست. نعم. لا ما اعتقد يعني، لأن هو كان رايح للدكان ويشتري للطفل. اي حتى كانت اكو جملة يذكرها في كتابه ابراهيم الحريري ان على الحلوى، يعني هيك، لانه رايد حلوى. شكرا لكم وشكرا لهذه الاستضافة. شكرا للسلام. الآن الكلمة للأستاذ الدكتور بكر الراوي اللي وضع دراسة عن جلال الأوقاتي ستنشر قريبا إن شاء الله. من غرائب انقلاب 8 شباط أن عبد الكريم قاسم هذا الذي له فضل كبير على المؤسسة العسكرية، حدوث الانقلاب قطعة عسكرية صغيرة لم تؤيد عبد الكريم قاسم،
لم تدافع عن عبد الكريم قاسم أمام الانقلابيين. هذه من مفارقات التاريخ، يعني مفارقات التاريخ الحديث. عبد الكريم قاسم اللي له فضل كبير على ضباط الجيش العراقي، التقاعد الاضافه التقاعديه للشهيد الاوقاتي انه رفض ياخذ رتبه زعيم هو كان مستحقها، واحتسب فصله الفصل مالته يعني او التقاعد مالته ضمن يعني هذا الامر يعني لازم ينفذ، وما اخذ رتبه اعلى من رتبته بالنسبه لنزاهته. بالنسبه للمساله الثانيه ما حدثني عنه يعني نجله الاستاذ جعفر الاوقاتي في بيته باليرموك في عام 2015 اعتقد او 16 بال 15 قال لي بحرف الواحد يعني سألته قلت له ليش انتم ما عندكم بيت بدور الضباط بزيونة او باليرموك، فقال لي بحرف الواحد بانه كان والدي يرفض يقول اكو ضباط اولى من عندي، انا عندي دار للسكن. هاي بالنسبة لنزاهته. بالحقيقة عندي اقاربي طيار استشهد عام 1961 ولم يكن متزوج، ومع ذلك اصروا اثنين يعني رفع الامر امر تمليك دار او قطعه سكنيه بزيونكم ساكنين رصافه الى اثنين، جاء جعفر الاوقاتي بكون قائد القوه الجويه والشهيد عبد الكريم قاسم واعطوا دار سكنيه لهاي العائله اللي هو الملازم الشهيد سعد خاشع الراوي، يعني هذا الامر نفذ لهم اياه بان يعطوهم دار سكن والشهيد لم يكن له دار سكن. بالحقيقه كانت قياده القوه الجويه قياده ناجحه جدا، اصبحت قاتل كليه القوه الجويه كليه الطيران مدرسه الرادارات الصناعه الحربيه القياده العامه كل اسرى بقاعده خمس قواعد بالعراق اللي هي الموصل كركوك الشعابه الحبانيه كل هاي القواعد كانت تحت قاعده بغداد تحت امر قائد القوه الجويه الزعيم جلال الاوقاتي. جعل من اسراب القوه الجويه من 3 الى 11 سرب، من 8 طائرات إلى 120 طائرة يقودوها ضباط عراقيين. كان تعامله ويا الضباط العراقيين والطيارين تعامل أب وليس تعامل آمر. فلذلك عندما استشهد جاء اثنين إلى زوجته المرحومة أمين الحرير وهم فهد السعدون ومنذر منذر الونداوي، ورفضت زوجته تقابلهم. رفضت هذا الامر يعني احنا هذا عمنا ويعني اللي صار يعني ما رفضت يعني تستقبلهم بكون يعني قالوا دزوا فريق اغتيال من 4
من الشقاوات ومن زيحتهم القاع، لأن قالوا ماكو شخصية محترمة تستطيع قتل هكذا شخصية ضابط محترم عسكري كان يتعامل ويا الضباط كأنهم أخوته أو أولاده. بالنسبة لصالح مهدي عماش سيء الصيت، صالح مهدي عماش عندما فصل من الخدمة العسكرية وقت عبد الكريم قاسم قام يشتغل يعني والشغل معب يعني يوزع دجاج على المحلات ويستوف بعدين فلوسه. فجاء المرحوم الأوقاتي قال ما صاحب عائلة وأنا عرفه جيبوه عندي بالقدق وجيه يكون تحت عيني. وأول واحد أمر على الشهيد الأوقاتي هو كان صالح مهدي عماش. بالنسبة لساعة الصفر ما قال لي العفو الأستاذ نصير جزيتش طلع عمره قال لي حد قال كان بالمعتقل ورث ماني ورث ماني شباط. قال فكل حديثنا عن ماني شباط ليش صارت أخطاء الحزب الشيوعي الجماهير الزعيم عبد الكريم قاسم يقول فش قال لي عبد الجليل برثو والد دكتور فاروق الله يرحمه كان سكرتير مجلس الوزراء أنا ذاك يقول قال لي بالعبارة الآتية شهيد لوقاتي قال لي أكو حيحدث انقلاب قريبا ساعة الصفر مقتلي. قلت له شمدك هالمعلومات أش عبد الكريم قاسم؟ قال يعرف ويلزمهم متلبسين. مسألة يعني مثل ما قال أستاذنا الكبير دكتور عبد الله العتابي قبل قليل قال مثلا يجوز السي اي اي أو المخابات الأجنبية أو غيرها. كان فصل جال لوقاتي بعد ما عرفت المخابرات أو السلطات العراقية بعلاقته بريطانيا مع الحزب الشيوعي البريطاني. وهذا ما أكد لي إبراهيم الحريري عندما قال بصيف 2018 بأن قام حزب الشيوعي البريطاني بال 58 بإرسال برقية تهنئة بالعبقة إلى صديقنا الجلال جعفر الأوقاتي. فالمفروض يعني ظاهر من كان جال الأوقاتي يعني يدرس في بريطانيا وصار عنده علاقة بالحزب الشيوعي البريطاني الحكومة العراقية تنبهت لهذا الأمر وقامت بفصله. حتى ضبط التقاعد مالته كانت الفصل مالته لأسباب صحية وهذا عار عن الصحة لأن قالوا كان طويل القامة يعني من قبل كل عسكري إذن كان يعني نفس طول مالته كان فصل سياسي لكن دائما يذيلوه بأسباب صحية أو أسباب سياسية بنصف نص يعني حتى باسم نصير الجادرشي كان فصله بعبارة يعني أو بقضية جدا تافة هي قضية تسول بفصله أو سجنه في عام 1956 ورا ما قاموا بيعني إنهاء عضوية أحزاب الوطنية بالمجلس النيابي العراقي. جال جعفر الأوقاتي كان نزيه كان إنسان معروف عنه نزاهة. بضبط التقاعد مات وجدت سيارته لبيوك المترهقة اللي قال ابنه قال إحنا عبالنا يعني بنضرب طلقات عبالنا يعني التاير انفجر مالتها. هاي السيارة أنا قرأتها يشتريها قادق وجهه بالأقساط. لم يكن لديه سيارة يعني اشتراها من مال الخاص بس بالأقساط. لم يكن لديه دار سكن يعني أخذها من الدولة. كان معتمد على مورد الخاص يعني من أهله ومن عائلته العائلة الطيبة اللي كانت بيها حتى المرحومة سعاد الأوقاتي. الكبير عن جلال الأوقاتي بس خلي نكمل بس عندنا بعد شخص واحد حتى نكمل الجلسة مالتنا بس. نعم تحدث الأخوة عن قضية أنه عبد الكريم كان يعرف بالانقلاب أو الخطط أو شيء. حقيقة الكتابات يعني اختلفت في هذا الموضوع ولكن أغلبها تقول أنه كانت أكو معرفة. ولكن عبد الكريم قاسم وهي من حسب ما أشار إلى حنا بطاطو في بعض ما كتب قال القضية أنه اعتمد اعتماداً كلي على دائرة الاستخبارات العسكرية ولم يعتمد على دوائر أمنية مثل دائرة مديرية الأمن. مديرية الأمن كانت عندها معلومات أوسع من دائرة الاستخبارات العسكرية. هذول متمرسين بالعمل الأمني والاستخبارات ولهذا اعتمد على الاستخبارات العسكرية والاستخبارات العسكرية كانت مقصرة جداً بحيث الكم الهائل من الضباط والقطاعات العسكرية تشارك بالانقلاب والمعلومات بالاستخبارات العسكرية يعني ضعيفة بهذا الموضوع. في مثل هذه الجلسات دائما
هاجي الطائي هو شو نقول فاكهة المجلس، وهو الذي يزودنا بالوثائق. بس المطلوب من هاجي الطائي أن يكون طائيا، نعم، كريما في يعني إطلاق الأوصاف والنعود، فليتفضل. نعم. إن شاء الله نشوف المخرج. بدي أنا. إن شاء الله عام سعيد عليكم وعلى العراق والعراقيين، وعام سعيد على الجيش العراقي الباسل اللي باشر يصادف ذكرى تأسيسه. أنا باختصار شديد، الحقيقة كثير من الإخوان اللي داخلوا عندي ملاحظات تصير، لأن احنا تعلمنا من كانت الجامعات تدرس والأساتذة كنا الطريقة الاستقرائية والطريقة الاستنتاجية والاستنباطية، نقصر تطلع لك المعلومة. هل جلال الأوقات من ضباط الأحرار عبد الفتاح إبراهيم يقول التقيت يوم الجمعة قبل 14 تموز بيومين بالمنطقة راغبة غاتونة وغير هيم بنشرشي تبديل دهن يشيكون التايرات من كان الناس تفكر. يقول فتلاقيت بجلال الأوقات، يقول صار حديث، قال لي أقول لك بقرب فرصة نتلاقي وأكو موضوع مهم جدا أريد أسولف لك عليه. يقول رحت، يقول يوم الاثنين صارت بثورة وانباع البيان الأول، وراها عندي آني كل هالوثائق ونشرتها حتى المجلات المصورة المصرية، قرار من رئاسة الجمهورية إعادة جلال الأوقات إلى الخدمة العسكرية، قرار آخر تعيين قائد القوة الجوية. يقول من سمعنا منه عبد الفتاح إبراهيم، يقول من سمعت الخبر وقرأته بالجريدة رحت مبارك له لأن صديقه، قال لي أقول لك قلت لي من التاقيني من البنشرتي قلت لي راح الموضوع ده أحكي لك عنه، شنو الموضوع؟ قال له هو هذا يريد يحكي له عن الثورة. فهذا الإخوان اللي يتحدثوا واللي سامعين والقارين أنه جلال الأوقات يدري بالثورة، معناته يدريها من خلال الاستنتاج والاستنباط بحديثه مع عبد الفتاح إبراهيم. زين نجي هنا أنه جلال الأوقاتي هو قائد بالقوة الجوية وعسكري وما ارتاح حوله، طلعوا تقاعد. المهم أذكر في القضايا على بساطتها، الثورة الجزائرية كانت قائمة بالعهد الجمهوري وحتى العهد الملكي. العهد الجمهوري دزوا السلاح بما فيها الكلاشينكوف والدكتوريوف والسيمينوف، هذا الأسلحة الروسية كانوا يدزون منها جزء إلى الثورة الجزائرية ويكتبون عليه هدية الجمهورية العراقية إلى الثورة الجزائرية. بمصر العاهرة، عاهرة عبد الناصر، لما كانت سوريا بسوريا السلاح يختمون به هدية العربية المتحدة للثورة الجزائرية، هو سلاح عراقي. المهم هنا أتذكر كانت جميلة بوحير من ثوار الجزائريين اجت للعراق في العهد الجمهوري، فجلال الأوقات هو قائد القوة الجوية أرسل سرب من طائرات استقبلوا الطائرة اللي بيها جميلة بوحير وجميلة بوباشية ونادية، وزاروا المحكمة وزاروا كذا، حتى بقتها سموا مدينة جميلة مدينة الصناعة والسكن إكراما لجميلة بوحيرت. زين هنا القضاء، شوف ليش انتو هسه الإخوان اللي تحدثوا واللي كتبوا وكذا ليش اختاروا جلال الأوقاتي ساعة الصفر،
ركزوا وياي. ليش اختاروه؟ السبب انه جلال الاوقاتي هو القضاء على مؤامرة الشواب. يوم 8 آذار عبد الكريم قاسم ويوم الرابطة ونزيه الدليم يا الله يرحمها بسينا من الخيام المؤتمر هناك دزوا طائرات ضربوا مرسلات ابو غريب وإذاعتهم من إذاعة خرابه هنا جمهورية الموصل والشواب وقاموا يذيعون بيانات ومحكمة الشعب كل اللي أقوله موجود. ليش ما تقرون محكمة الشعب؟ المهم جلال الأوقاتي لعبقريته العسكرية هذا لأن ركزوا وياي. ليش صار ساعة الصفر اختاروا بثمانية شباط؟ لعبقريته العسكرية. التحق بالدفاع، هو بالدفاع قال للأحمد صالح العبدي وعبد الكريم الجدة والآخرين قال لهم احجوا يا الشواب له بالتليفون. ذاك الوقت التليفونات أرضية وهالتليفون قائد الموقع مال موصل بهاي الغرفة هم عندهم الإحداثيات. أرسل طيارين قال لهم تروحون تقصفون هذا الموقع وهذا الغرفة لأنه الشواب فعلا بيده تليفونه بهالغرفة. فقصفوا الشواب بصاروخ من الشباك إلى مقره. طلع الشواب جريح نقلوه للمستشفى تلقوه الانضباط الجنود بما فيهم واحد اسمه حرز بن موجودة اسمه المحكمة. قتلوا الشواب الجنود قتلوا الشواب. لما انضرب الرأس مال الحركة تفشل الحركة مؤامرة الشواب. إذاعة خرابه من سوريا بأمر من عبد الناصر على الطبق شلي ورفعت حاج سري أن يلتحقوا بالثورة حسب الاتفاق بين فيما بينهم. هاي موثق ومحكمة الشعب. هسه يقول لك هذا الطائش جاب لنا من بلاوي لا أقروها بيلو لا باتفاق بيناتهم انه يلتحقون. الطبق شلي تأخر نعم بكركوك يعامل الموقع مؤامر فرقة يأدي تلت علمي بلوادم يطلع لك العقيلي. العقيلي من ذاعوا بيان عبد العزيز العقيلي والطبق شلي ذاعوا اسمعهم قادة فرق يوم 16 تموز يلا التحقوا. لما اطمأن وانسح النور السعيد وفضلت الأمور فضل أنا بيوم 14 تموز هذه صورتي انسقطت تمثال الموت. هذه صورة ثاني واحد هذا ظهري وهذا وجهي ورا ما باب السفارة البريطانية دا أشر على السفارة إذا الشعب يوما أراد الحياة لو فشلت ثورة يقدموني قبل عبد الكريم قاسم. أما عن المؤامرات هم باعترافهم 60 مؤامرة أمريكية من الرضعات الأمريكية المشبعات. وأتذكر ليلة رأس السنة قبل انقلاب شباط كذا يوم كان وخلي أقولها كنت شيوعي هتاني يقول لي يساري لا ماكو يسار بالعراق أكو شيوعي أكو وطني انتهى والبقية لا محسوب على الاستعمار والرجعية. كان اجتماع موسع يا بالمؤامرات يومية مؤامرة من قد ما كثرت زين. قالوا إيه يا بالحزب الشيوعي خلي يزيح الحكم ويفضها وهو يستلم. الحزب الشيوعي اللي تقرأ التقرير قالت لا ليلى الرومي الله يرحمها وأنا حاضر بالاجتماع لكادر المتقدم بالشواكة زين لو لا أكثر منها شهادة. قالوا الحزب يقول ما دام عبد الكريم قاسم مو شرط شيوعي ما دام عبد الكريم قاسم وطني نبقى نسنده. قالوا باكر إذا صارت مؤامرة بيش قالوا نهجم عشل عن شرطة النجدة وناخذ سلاحهم ونقاوم بالجيش. قلت لهم بابا أنا حشيت قلت لهم الجندي والشرطي ما ينطي سلاحه سلاحك شرفك. قالوا أنت تطرف هذا. فعلا من صار انقلاب شباط انظفر النواب ورفاقه هجموا على شرطة النجدة ما كاظمية واستلموا سلاحهم. بس ويني قايش بجلوا لا
فأنت تقول لي كاظم جسمه جاسم كاظم العزاوي مدير مكتب عبد الكريم قاسم مو مرافق من أحجار فجلاتي مدير مكتبة مرافق مقدم مدير مكتبة أنتم مجامل واحد يحكين طيب كان الإذاعة بي سليم الفخري وسليم الفخري شيوعي زين جاسم كاظم العزاوي يقول أنا أخذت إجازة مرضية تظاهرت بالمرض وسلمهم الإذاعة بيوم انقلاب 8 شباط زين لولا خليل إبراهيم حسين هذا اللي يحكي كان يسموه رويتر تفضل هو جنقو هو حديث هي واحدة جرة أخرى هسه هذا تفضل هو القضاء عزيزي عن جلال الأوقاتي جلال الأوقاتي هنا أنا واحدة جرة أخرى المهم المهم ما يتعلق ليش جلال الأوقاتي ساعة الصبر لأنه اللي قضى على مؤامرة الشواف جلال الأوقاتي ليش اي هاي ركزوا وياي طلبوا منهم ان يتحدثون ويا الشواف هي الطائرات قصفة مقر الشواف اذا عنده عقلية عسكرية وعلمية هاي اللي ذكرناها بعدين تسليح الجيش العراقي الطائرات الميك والسلاح الرشاشة كلاشينكوف ودكتريوف وسيمينوف السلاح هذا كان يروح منه جزء للثورة الجزائرية بعدين هذا الأوقاتي وعبد الفتاح إبراهيم ذكرناها وجميل أبو حير استقبلوها بصير من طائرات كما يستقبل الملوك والرؤساء بعد اللي نقوله أنه هذا الوثائق عن ثورة تموز هذا عن ثورة تموز يقول وزير العدل الأمريكي رمز كلارك هذا رمز كلارك صفحة 23 يقول لقد كان العراق هدف لنشاط أمريكا السر منذ عام 58 على الأقل عندما بدأ النفوذ البريطاني يضعف على المنطقة ففي 14 تموز من تلك السنة أطاحت ثورة شعبية قادها عبد الكريم قاسم بالنظام الملكي القائم منذ 21 وعملت الحكومة الجديدة بس خلينا ايش سوي انت دخل اكمل يلا لا يا دكتور خلي انت افهم يا احنا ايش سوي هذا المنبر ديمقراطي اسمع ايش دا اقول هذا وزير عدل امريكي اسمع مو قاعدين برضه لا تسمع يلا يا زوز عيني بلا زحمة يلا شو سوى ما يخاف مو شو سوى أدري إذا عندنا هيكي هسه هذا إيش جاي يقول وزير العدل الأمريكي ابتهمت إيش جاي يقول وفي 63 بس اسمح بلا شوية التزموا الأدب 63 ذبح عبد الكريم قاسم والآلاف من مؤيدي في انقلاب دام دعمته المخابرات الأمريكية هذا كم واحد يعرفها أنت صحيح هل تصار صحيح يلا يا أستاذ هذه المخرج لأن أنا أكرم منك ومن مستواك يلا أستاذ يلا هذا بهذا الكتاب 21 آذار عبد الكريم قاسم حضر المناسبة بقاعة كلية العلوم 21 آذار وحاضر مصطفى البرزاني خلي يسمعني مسعود وأب قالهم نفتح سموا عيد الشجرة وعيد الحرية وعيد الربيع وعيد نوروز قال وسوف الأيام القادمة يومين أو ثلاث نحتفل بعيد أهم مهم جدا ظلوا يصفقوا له قالهم ما نصبر قل لنا شنو قالهم سوف ننسحب من حلب بغداد
ساعة بالتسعة جانا الخبر، نزلنا مظاهرات بقينا للصبح. حرية حرب وكراس، سقطنا حلب بغداد. هذا من يقول؟ هذا عبد اللطيف الشواف يقول وزير اقتصاد، كان بس محمد الشواف وزير صحة. عبد الكريم قاسم قال متآمر علينا الشواف عبد الوهاب، عندنا وزير واحد، وبعد مؤامرة الشواف عندنا وزيرين لعبد اللطيف الشواف. هذا شي يقول؟ قال كنت رايح للنمسا جبت هدية ساعة بار وما تسلم ما تلعب كريم قاسم. قلت له والله لو أعرف قياساتك أجيب لك هالملابس النمساوية الحلوة. قال له لا أمن، هذا الخاكي ما أنزعه إلى أن يعدمني الاستعمار. فضل هذا دماء بلا دموع يا موصل على الشهداء اللي ذبحوهم ومؤامرة الشواب بالموصل. هذا الوثائق الأمريكية وعملائها. هذا يوم الحوادث اللبنانية يوم 16 تموز 58، بتلاحظون هنا صاحبة الحوادث تحدث عن ثورة تموز، أسرار تكشف لأول مرة. المجلس العمومي البريطاني ديأذن العائلة المالكة ونور السعيد يوم 16 تموز، نور السعيد قتل يوم 15. قام واحد نزع حزب العمومي البريطاني العمال، شو يقول؟ قال لهم أبنوا أنفسكم، فرنسا تحتفل ب 14 تموز من 1789 واليوم لا تزال تحتفل. في فرنسا كان لويس السادس عشر واحد يقابل الملك الأسطل والوصي الأهبل، ماري أنطوانيت وحدة، قال لهم نساء المسؤولين كل منهم. قال لهم في فرنسا الباستيل واحد، شنو قيمة الباستيل تجاه نقرة سلمان؟ قال ثورة تموز بالعراق تمت ب 45 دقيقة وما جاية بتاريخ العراق ولا الإنسانية ولن تأتي بمثلها. 45 دقيقة من الخامسة إلى الربع للخامسة والنص، والخامسة والنص انزال كل النظام. قال وهذه الثورة أزالت نظام عمره أكثر من 7 قرون، 3 قرون استعمار فارسي، 4 قرون استعمار عثماني، 40 سنة استعمار بريطاني وأزيل. هذا يقولها مجلس العموم البريطاني. على أي حال الحديث يطول ويعرض. فبالنسبة لمسألة جلال الطلباء جلال الأوقات، ليش الهدف؟ لأن عنده من القدرة والقابلية العسكرية أن يفشل انقلابهم الأمريكي القذر. فالمهم ما أريد أطيل، جماعة اللي مضايق اللي يسمع هالحديث، ما إجا حاكم شريف بتاريخ العراق بعد علي بن أبي طالب لهاللحظة بس عبد الكريم قاسم، والما يريد يضرب راسه بالحائط. وأنا أشكركم وبارك الله فيكم. شكرا للأستاذ هادي الطائي على ما تفضل به، وأستميح الأخوان الحاضرين عذرا، السيد مدير الفني لهذا دي أشير لي يقول لي وقت البث انتهى يعني المتاح لنا، فالمداخلات يعني عندنا عدة أشخاص، فأعتذر لأنه السيد المدير الفني اعتذر. أستاذ من يعني وقت البث انتهى، وإحنا من لا أبو نقدر نسأله أستاذ منير أستاذ قصي نضيف شيء؟ نعم إذن ماكو أي، مع الأسف لأنه أخذنا الوقت. أشكركم جدا، أشكر حضوركم. نعم.